اسمع يا عبد الله، اللي صار ما يزكي تعنوه ابدا. انا داري يا عبيد، لكن وش نعمل بوش اسواد؟ وش رايك؟ وش تشوف؟ خلي الامور تمشي طبيعي وانا اخوك، وخلنا نكون حوله ما نبعد عنه لحظه الين ما لقى لي حل نهائي لهالموضوع. تفهم ولا لا؟ ابشر يا عبيد، ابشر ابشر. والله يعين، الله يعين. بيتنا. عساك ما شفت وجهه بس. ها؟ أقصد ما شفت خشته وفرته. لا ما شفته، متلثم وزبن على طول. الحمد لله. الله لا يوفقه. يا ابن حلال لا تدعي عليه. يستاهل حرامي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عامر ادعو له بالصلاح وبس. الله لا يوفقه، الله لا يوفقه، الله لا يوفقه. مع السلامة. حياك الله. الله لا يوفقه بعد. الحمد لله والشكر. لقيت والحرامي. ادخل ادخل، علمني موضوعه. يبا ادخل ادخل. ابو عبيد، ابو عبيد. هلا هلا ابو عامر. هلا هلا، صبحت بالخير. الله يصبحك بالعافيه. اقول وش سالفه الحرام اللي بغى يدخل بيتنا وبعدين راح لبيتكم؟ حرامي؟ ايش حرامي؟ أجل عيالك ما قال لك شيء؟ لا والله ما جابوا لي طاري يا ابو عامر. بعدين انا اللي صليت العشاء انا يا اخي، ما بي حيل على السهر. أجل تلقاهم ما يبون يشغلونك ولا يشغلون بالك. ما علينا يا ابو عامر، بس الليله ان شاء الله انك عندنا على العشاء. انت تقول انك تنام بعد العشاء، وشلون اجيك بعد العشاء؟ يا حبيبي يا ابو عامر، انجار وحبيب وابن حمولي، لو تبي نسهر الليالي. السلام عليكم. عليكم السلام. صبحك الله بالخير عم ابو عامر. الله يصبحك بالعافيه. يا حبيبي يا عبيد، عمك ابو عامر الليله عندنا على العشاء، ضبط الامور ولدي. ها؟ ابشر يا ابو ابشر. بس اليوم يبا معزومين احنا عند خالي مفلح على العشاء. خالك مفلح؟ اي خالي، ما عليه يا عم ابو عامر، مرة ثانية. مرة ثانية، مرة ثانية، على خير ان شاء الله. وش عنده خالك مفلح؟ اليوم يبا اجتماع شجرة العائلة ولا نسيت؟ اي ويحي يا اللي تسلوى مشجري. يا ابو عبيد، ما هم طمنين تصرفاتهم. لا يكون ضايقوك بشي يبا. لا 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 لا، تصرفاتهم وابوهم ما يحترمونه ولا يقدرونه. اتصدق انه عازمني على العشاء وين طولد عبيد يقول خله يوم ثاني؟ يا يبا ما تدري وش ظروف الناس، يمكن عندهم ظرف. ما هي بأول مرة المسألة فيها. إنه هاما ها كاله. راجو 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 بول رہا آپ کا راجو. ها نہیں موسم بہت ٹھنڈا ہے یہاں پہ. وہاں موسم کیسا ہے؟ نہیں نہیں سب ٹھیک ہے یہاں پہ. بس یہ کہ یہاں پہ انت الحرام بھائی. من هو ذا اللي ضربك؟ هذا وايد غطي وجه. راح من وين راحوا؟ راح هنا هنا راح هنا. اشو اني لحقت الليله يا عبيد، ولميت الليله ولا احد شافنا وربك ستر. لكن انا علمك الصج، ترى طقت سبدي خلاص ما اقدر اصبر. شفت لنا حل يا عبيد. ما لنا الا نتابعه
ونشوفه متى يصحى ونحاول نمنعه وبس. وبس ونترك أشغالنا ومشاويرنا ونستلم خفارة هنا عند أبوي. ما في غير الحل هذا. لا أبو حل. وشو؟ نزمه الحين ونوديه دكتور نفسي. زمك شيطان. ما تسح تقول الكلام هذا. وش بيقولون عن العالم؟ أبوهم مجنون مريض مودينا طبيب نفسي. ها باي قاله تيجي okay. باي شوف هذا بيت هذا شوية هو في يطلع أنت في روح شيل فلوس سوي كده مسخرة تمام جا 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 روح 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 أنا يكبر جنجال أنت يلا يا شيبة يلا اضرب اضرب يا شيبة يلا يلا اضرب اضرب انت مجنون انت من سبه انت الله يصلحك الله يصلحك توكل توكل انت وياه ايش في كلام هذا ايش في كلام هذا ايش الله يحفظك انا مجنون انا مجنون انا اكبر جنجال انت شلمك انت مجنن انت ما الله يصلحك انت وياه يلا 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 ول ها باي باي ساديه فلوس راجو انت نفر ما في سيده انت حركه ما في كويس والله ما في كويس انت ما في كويس ابوك البخاري البطل ومع الليمون بعد سلام عليك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هلا هلا عم ابو عبيد اقلط اقلط حمادك تحبك يا حبيبي هالوجه اكيد انت جاي تبغى الاجار صح لا والله يا كفته بالكفاتي انا مريت من عند الاستراحه وقلت امر عليك وبسلم عليك انت حفالك انت حفالك يا حبيبي والله يا عامر يا بعد حي يا عامر انا ماني من الشيبانه المنغلجين بالحين رجال طال عمرك فلاوي وشعبي شعبي اي بس حنا جايبين بخاري يا حبيبي والله خلنا نتغدى ووريك اللعب بالبلوت اوف تعرف تلعب بلوت هي وشلون ما اعرف العب بلوت انت قم صوعك قال تقول اكت شريا حلوه اي حلوه اضحك اضحك قال لك انا يا عامر خلهم يشترون وانا ادبل هذول غشمان لعبتي اعرفها اي والله انك صادق انهم غشمان شكلك استنست بالاستراحه يا عم ابو عبيد اي والله جازتني يا عامر انبسطت واستعصع صدري يا حبيبي يا عامر اجل اسمع خلنا مرك بعد العشاء وندزها الاستراحه نطق بلوت لا والله يا بعد حي يا عامر انا نام بعد العشاء بعدين يا ربي دخيلك هذا النهار يمشي بساعه يا بعد حي ولكن ان شاء الله بعدين سلم لي على الوالد يا عامر ها سلم عليه يا راجو راجو ايوه اجي اجي خذ جيب خبز بريال بر بريالين عادي بثلاث ريال صمودي اوكي اسمع جيب لبن وجيب انت الحرامي ادري انت الحرامي وش تبي انت من انت انت وانت الحرامي بعد الثاني ها ابي اجيب الشوزر انا بذبحكم ابي اذبحكم وش السالفة؟ معلوم أنا واحد نفر يجيك اضرب أنا؟ إيه هذا هو أبو بيت طب ولا يوم أسألك تقول ما أدري هذا ولد أنا أعطي 500 ريال عشان ما في كلام يعني رشوة خلنا أوريك أعلم أبوي سالفته ذا حرامي 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 همسلك وين حرامي وين 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 حرامي وش بك خير 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 وش بك يبه خير يبه خير 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 وش صاير وش صاير هشواني جابك الله يا حضرة الضبط اقبض على الحرامي بغى يذبح ويسرق البيت ابشر ابشر الحين نقبض عليه ونوديه للقسم ابشر يبه اقصد ابو عبيد حاضر قم 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 ضابط وش تقبض على من قم يا ابن الحلال امشي امشي هذا كله هسل سوا سوا بابا انت اسمع يا راجو هذه 500 ريال انت شيل بس ما نبي حد يدري راجو بابا مريض واجد تعبان هذا امر يشوف انت بابا سوا سوا يضرب انا طلع الورطة والله هذه امه هات هات 500 هات راجو يا راجو يا عبد الله ايش فيك يا ابوك
الله يسلمك. لا ما انا تأكرفت عند الباب ووقعت على ولا لا ابو. وش معك ابو تسفين؟ اقلطوا تقهوة اقلطوا. تسلم تسلم يا عم ابو عامر، والله احنا مشغولين ومستعجلين. والله ما دامكم مشغولين الله لا يشغلني الا بطاعته، حرك والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ابو عبيد. اقلطوا حياكم الله حياكم الله يا هلا. هل انت يا ابو عامر اللي قلت عندنا الليله؟ عشاك الليله قلت تم تم. يلا عندنا عشاء يا وليدي، يلا امشوا امشوا امشوا، يلا يلا. عم ابو عامر سم سم الله عدوك، ابوي يسلم عليك ونسى انه معزوم اليوم على عشاء، خلها مره ثانيه ان شاء الله تجينا. اي ما يخالف ما يخالف ما يخالف. صدقون يا رجعتوني ورا 30 سنه. افا شباب يا ابو عبيد، اصلا ما توقعت ان جوك فله. دامك كل يوم تجينا لازم تقط. اسكت يا فقي، ايش اللي يقط ولا ما يقط؟ هو صاحب الاستراحه حبيبي يا ابو عبيد. ايه سلامات، دارين انه صاحب الاستراحه بس كلام كفته صح، لازم يقط. ما يخالف تبون يقط، ان بغيتوا كاش وان بغيتوا خصمه من ايجار الاستراحه يا حبيبيني، وهذه سوا وقامت عليكم يا غشمان. يلا قم يا عامر قم قم يا حبيبي. انا هي انت في احد غيرك اسمه عامر بالاستراحه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يلا حيهم تفضلوا تفضلوا. يا من العافيه يا عامر. لا والله جايين ناخذ الوالد بس. لا والله ماني رايح انا يا ملعب بلوت انا بهذا ماني رايح. يبا نسيت انك تنام بعد صلاه العشاء على طول؟ ماني رايح ولا تحرك يا مكسر راس عامر هنا بلوت. يا بي يا بي البلوت ما وراه الا وجع الراس وصراخ وخناق. همش معنا البيت الحين. ماني رايح ابد. خلاص يا عيال خلوه انا اجيبه بعد المغرب. عقب المغرب؟ لا 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 لازم امشي الحين. يابا امش معنا يرحم والديك، لا تحرجنا قدام العالم. ماني رايح ماني رايح. اقول وخر 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 انت وياه، تبوا تجلسون اجلسوا، ما تبوا تجلسون طشوا بالمياه. أربعة وعشرين لنا 12 لهم. ركز ترى هذه الفاصلة يا شكش. قص من أنتم؟ من أنتم؟ أنت بحرامية يا أبو إيش بالقلب؟ أنت بحرامية أنت بحرامية أنت شبه أنت بحرامية أنت بحرامية أنت بحرامية أنت حرامية. ود أبوي البيت، ود أبوي البيت بسرعة. عرفتوا ليش صريت أن أبوي يرجع البيت بدري؟ يا جماعة والله ما أدري منين أبتدي ومنين أنتهي. أبوي حيرنا في الصباح، ما في أزين منه بالعالم، وبالليل أعوذ بالله يقلب شر وشريرة. شو أسوي؟ لا حول الله. يعني يضرب الناس وتخلونه؟ وش أسوي له؟ أسجنه؟ في أحد يسجن أبوه؟ هي الحالة هذه جي من زمان؟ والله من تالي جايته. طب الحالة ذي ما لها حل. وش أسوي يا عامر؟ قل لي وش أسوي يا ابن الحلال. القطه هو ودي الطبيب نفسي. مجنون انت صاحي، اودي ابوي مستشفى امراض نفسيه، وش يقولون عنا العالم بكره؟ كلام الناس ما يقدم ولا يؤخر. اجي تخلي ابوك يضرب الناس يدعون عليه؟ يا حبيبي المرض النفسي زيه زي الزكمه، المرض النفسي يحتاج علاج. بعدين تعال الحين انت اذا انكسرت يدك وين تروح؟ مستشفى طبيعي. هاجر خلاص وده المستشفى. هلا والله بعم ابو عبيد. هلا يا بعد حي. هلا عامر شو اخبارك؟ طيب خير الله يعافيك. شلون ابوك؟ الحمد لله بخير. اقول يا عم شكلك طفشان انت، ورا ما تروح معي؟ والله نستانس ونفله وبمشيك وبوديك الكافي. وين ولدي نروح؟ ما عليك انت امشي معي بس، والله انت في امها. والله اي اي امشي امشي امشي، انا عازمك امشي. يلا بسم الله.
يا حبيبي والله. لا لا مو من هنا، انا اللي بسوق عنك. اي يلا والله لا دلعك يا حبيبي يا والله خليك تفلها. الله يوفقك الله يوفقك. امشي امشي يا هلا. عجيب والله، تاخذ ابو عبيد وتفرفر فيه يا عامر، وانا يا ابوك عمرك ما قلت لي اركب معي اللفلف وتفرفر فيني. يا هلا والله بعمي ابو عبيد، الحين ابوديك نستانس ونتمشى وباخذ لك كافي، بس بعد كذا ابوديك مشوار لا تعاندني فيه. يا حبيبي والله يا عامر، لا ما انا معاندك، بس ابي لي كابتشينو ولا جبته لي، لو تبي توديني اليوم خير خير. ابشر بعزك، ما طلبت شيء. عبد الله، انت متاكد انك دورته وما لقيته؟ اقول لك نبشت بكل مكان يا رجل، ما في شبت يروح له الا وجيته، ما لقيته. اسمع يا عبد الله، ابوك لازم نلقاه ولا بيجيب العيد. انا هو بعد بس 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 هذا ابوي ابوي. هلا يبا. وينك يبا وينك؟ ان شاء الله الولد اموره تمام وحالته مستقره، مع انك لازم تجيبوه المستشفى من بدري. والله يا دكتور ما كان ودنا نجيبه للدكتور نفسي يتخبر، حتى الناس ما يرحم ابد. عموما الفحوصات اللي احنا عملناها له اثبتت ان هو بيمر بازمه نفسيه نادره جدا، ولازم يقعد في المستشفى فتره طويله تحت العنايه والملاحظه. مشكور يا دكتور، بس اللي بنعرفه الحين منو اللي جابه هنا؟ انا، واعتبروني وليده مثل ما انتم عياله. السموحه منكم، لكن ابوكم لازم يكون هنا. والله ما ادري ايش اقول لك يا عامر، صراحه بيض الله وجهك ويعطيك العافيه على كل شيء سويته مع ابوي. وش دعوه يا حبيبي، هذا واجبنا، ما سوينا شيء. كفو عليك والله. تصدق يا عامر، والله ان ابوي رجع عده مولود من جديد. بيض الله وجهك يا عامر، ما قصرت. حاجه شيء من لندن يا عامر؟ ابد، نبيك تجيب الهايد بارك نحطه جنب الوينترلاند. يا حبيبي اسمع، سلم على الوالد وسلم خصوصا على اخوياك ياسر وشكش وكفته، يقول كفاتي. ابشر ابشر بعزك يا عم، تصلون بالسلامه. الله يسلمك. الله سلامه. فمان الله. حياك الله. لا بابا لا بابا لا بابا لا 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 وش فيه؟ وش فيه؟ عامر عامر انا ابغى سفر على طول، هذا كل شيء بيضرب. انا وش مسوي لك يبا هو؟ انت ملد. انا عامر. عامر لا اكيد انك حرام مثل. اكيد انك حرامي مثل. اصبر يبا اصبر اصبر، خلنا فهمك. وش تفهمني فيه يا حرامي؟ ابلش. هلا والله بالام البطله. ها خلصت الفطور حق الاستراحه، كل شيء جاهز، وهذا العصير جاهز. كم احط كاس؟ لا 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 تحطين لهم كاسات قزاز بيكسرونهم. اسمعي يا عامر، وانت رايح الاستراحه مر البقاله وخذ لهم كاسات ورق. والله ان الصادقه يمه، كفته وشكش كسروا كل كاسات الاستراحه. اعوذ بالله. ها امسك هذه الشوربه. هذه الشوربه بس اسمع، اياني وياك ترجع من الاستراحه بدون مواعيني. مو تطلع لي مثل ابوك. وش فيه ابوه؟ ولع الديربي. ابد والله، نص مواعيني منثره بين الثمامه والصمان. عمرك ما كشت مع اخوياك ورجعت مواعيني الا ترجع وانت مضيعهم. وش يا عبد الطاري هالعين؟ لازم تقاشرني؟ اللهم اني صايم. دقيقة دقيقة، وين السمبوسة؟ هذه. لا يا شيخة، اخطبوط أنا اخطبوط، ما تشوفين عندي يدين ثنتين؟ لا يا شيخ، وش رايك أخذهم معك السيارة بعد؟ إيه البس عبات وتعالي. خلاص وش فيكم؟ روح السيارة، سليمان يجيبها، يلا. سليمان! يا سليمان! وجع. بسم الله. ما صمت الا الا صايم. لا يا شيخ، وهذا اللي تشربه وشو؟ ذوق ذوق. والله لو تدري عنك امي، انت جلدك جلد. صم زي الناس، مو بصوم الدجاج. وديك اسمع،
أنا بمشيها لك لأن عمرك 10 سنوات. يلا راح جيب الأغراض من المطبخ. ماني فاضي لك. وشو؟ ماني فاضي لك. أنت بفاضيلي ها؟ إيه. يما ترى سليمان. لا خلاص والله أمزح والله لو تبي أشيلك شلتك. أدب يلا دزها. خلنا نشوف يمكن مزبن سمبوسة ولا القيمات. بزر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تقبل الله منا ومنك. الله يعطيك العافية جزاك الله خير. الله يعافيك. تبي واحدة زيادة؟ لا كثر الله خيرك، استراحتنا قريبة. بالتوفيق إن شاء الله. آمين. خلاص خلاص أزعجتنا. ايش في فاصل ذا تو مولع الإشارة. الله المستعان ما فيهم صبر الناس ذولي. يعطيك العافية. الله يعافيك. خلاص. اقعد يا صديق. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله عليك رياضه بالعصر. هذا الرياضه هذا كويس كويس هذا صيام. من جام العيال انت شوف سياره. لا ما في سيارات. ليش كلام هذا منه فريجي؟ اوف 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 حتى انت صاير تزبد يا صديق وقافل معك مع الصيام. خلاص نزل الاغراض اللي بالسياره. انا الرياضه خلاص بعد نقدر نجل. ابوك القفله. اللهم اني صايم بس. هذه اخرتها انت وياه، نتواعد على الفطور وما حد يجي منكم. لكن الشرع مو عليكم، الشرع علي انا اللي اعتمد على مبزره. سم يا صديق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اني صمت على رزقك وافطرت على رزقك. السلام. وعليكم السلام. بسم الله. عافتها نومه وتوك تجي ورع. الحين روقها من فاضي لك ترى. لا يا شيخ. ولك وجه بعد. خلاص راحت علي نومه يا ابن الحلال. كان قعدت ببيتكم وشو لا جاي ويديرك فاضيه. ابى اجيب لك شاورما بعد الصلاه لا تصجنا خلاص. نوم زياده مشكله. الحين قال لك بتشارك انت وجهك خليك ساكن ها. المنتو وصل يا عيال. بدري كان خليتوه على السحور ازين. والله انا بحلت بهم سني سواق معلمات. امر ذا يلطع نص ساعه والثاني ذا يلطع نص ساعه. ابوي يقول افطر معانا الفطور الاول وروح افطر مع اصحابك الفطور الثاني. والبلنتيات بعد التراويح. والله انك جبتها صح نفس ضحكة كفتة. بعدين تعال انت تنصب تقول مفطر الفطور الاول في بيتكم وشلون هو توه مذن. لا لا انا قلت لابويا ابغى اروح افطر معاه الفطور الثاني ما ابغى افطر معاكم الفطور الاول. عاش مصرف يا عيال ما حد يفتح الحوافظ جيبوا الاكل نصلي المغرب بعدين ناكل. اوكي اوكي. طبعا مثل ما بتعرف ارحم السمبوسه انت كثير سهل بس بده شويه تركيز وشويه. يا حلالا شاهي عقب الفطور يدغدغ المخ. تقوله صادق. وبناخد اتصال تاني. مين معنا؟ روان. أهلا وسهلا ومرحبتين روان. جاهزة للسؤال؟ أكيد جاهزة. حلو كتير. السؤال بيقول ما هي عاصمة تونس؟ في خيارات؟ تكرم عينك روان ولو. نحن بدنا كل المتسابقين يفوزوا. عندك الخيارات عم بتقول الرباط، تونس، طرابلس. أمانة الله يخليك ساعدني. ولا يهمك تكرم عينك. يعني مثل ما بقولوا خير الأمور الوسط. تونس. يا عين عليكي ألف مبروك. بيعجبني ذكائك روان وإنك عم تلقطيها بسرعة. ربحتي معنا $2000. ألف مبروك. أبوك الصملة لك 7 سنين وتدق عليهم وما ردوا عليك. أنا مستحيل أفقد الأمل. حتى لو ردوا عليك بسبب مثقف أول سؤال حتبنشر. إيه يا عيال نسيت أقول لكم ترى الخياط دق علي يقول ثياب العيد خلصت يبغى أحد يمر عشان يأخذها. يا عيال باقي يومين على العيد. أجل قون جبت ثياب العيد ومنه نشي صراويل وفناير قدام فكرة بطلة. ردوا يا جماعة ردوا. إي والله ردوا عيال. وناخد الاتصال الجاي. مين معنا؟ أنا كفتة. عفوا شو؟ أنا كفتة من كفاتي. لا أرسل لهم اللوكيشن أحسن. أخ كفتة السؤال بيقول من هو سفير تركمانستان لدى نيكاراغوا؟ الأسئلة كتير سهلة بس بدها شوية تركيز وشوية ذكاء. هذه حتى جوجل يخصى يجيبها. ركزوا عشان تربحوا. ما في مساعدة؟ أخ كفتة بعتذر منك كتير. السؤال واضح وسهل معك 4 ثواني للجواب ورانا فاصل.
تكفى الله يخليك ساعدني. داخل فوال ذا ما هو مشارك ببرنامج. يا اسكت اسكت لا تضحكون يطلع صوتك بالبرنامج. بعتذر منك كثير اخ كفته، انتهى وقت الاجابه. اعزائي المشاهدين هلا بنطلع فاصل وراجعين لكم، خليكم معنا. تستاهل على دلعك الخايس ذا، المفروض انت تدفع 2000 دولار مو هم يدفعون لك. الحين قايلك عطني بكرسي تعطيني بدون كرسي. ما عليك منه يا مدير، ابي طاقيه العيد لا هي بزري ولا هي بهلل، يعني رسميه. اوكي عاد انت هنا اللي تخصصك ذا الشيء. الحين انت بتسكت ولا الاحطك بالعقاب؟ ها احطك اراك بتكافن بذيره على يبلانه يا ابوي مرضه تزبط بلاك. ماخذ مقاس شرشف ابو علي، عطني مقاس 52. جربت كل المقاسات ولا زبطت، شكلي بعيد بتوب بس. بلا والله من هالفتيره ولا ما تحلقه وربي ما حلقها. ايش رايكم يا جماعه في النظاره اتعيد فيها في العيد؟ الحين الناس شاري ملابس داخليه وشمغ وكنادر وانت مسكت معك هالنظاره. اقول مش بس عطى النظاره رجعه. وين وين رايح دوك يا ابو علي؟ يا عيال الحلاق فاضي، ليش ما نحلق الحين ونفتك من زحمة العيد؟ لا 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 هذا الحلاق غالي، أنا ما أحلق إلا عند أبو عشرة. يا ابن حلال ما أكلمك أنا، أدري إنك تحلق عند أبو عشرة، وأصلاً المفروض تاخذ موس بريال وتحلق ببيتكم، صح ولا لا؟ صح. لا لا يا عيال، أنا دمي حار، لو أحلق اليوم بيطلع بكرة، فمن محلق إلا ليلة العيد. إيه، عارفين رأيي في الحلاقة، ما حد له صلاح في شعري أنت وهو. ترى أنا جويع ولا هو بوقت حلاقة، كون آخذ الصحون وروح استراحة، يلا يمدينا. إي والله إنك صادق، هذا هو الشور. اسمع ياسر عليك السحور لانك ما جبت شيء بالفطور، صح ولا لا؟ صح. خلاص ابد ابشروا، انتوا سبقوني الاستراحه وانا بجيب السحور. يلا يلا بسرعه. ها يلا مع السلامه. ما شاء الله تبارك الله، كانك كثرت ياسر 3 حبات. ورانا صيام الزود ولا النقص. وين زود معه وانت عندك شله هالقوارض ذولا؟ ما عليك حنفرم وفرم. ما في شطه. تشرط انت وجهك، ما ودك تاكل وانت ساكت. اصلا الشطه تعطش. سلكوله يا سلكوله. ابوي يا عيال سمي با وجاي جيب معك لبن للسحور. اي بس انا قاعد اتسحر مع العيال في الاستراحه. وبيتنا ما فيه اكل يوم انك تتسحر بالاستراحه. الا الا بس انا موعد اخوياي. والعيال اهم من هلك. الله ما تستحي على وجهك. يلا بس جيب لبن وتعال. طيب ابشر ابشر. عجيب والله. بعد اذنكم يا عيال. اما عاد ما في لبن، جاي يدور لبن ذا الحزه، ما راح تحصل ذا الحزه لبن، صاحي انت؟ وانت ايش جاي تدور؟ انا متسحر وقاضي شبعان، اللهم لك الحمد، ابى اخذ بيره وابي هضم وامشي. اما عاد سحور ولبن وبيره. مخرطة ذي مهم معدة. في لبن؟ لا والله خلص. الله يكثر خيرك يا ياسر. وربي ما قصرت. جعل العافية يا عيال. كيفك تعال؟ وين ماخذ اللبن؟ مو بلازم لبن، اشربوا موية. تعال تعال جبوه جبوه. فاضيلك أنا. أنا الوحيد اللي معايا اللبن. سميبا خلاص قضينا. وش اللي خلاص؟ واللبن؟ شربنا بدال وماء. أما عاد كل التعب ذا وبالأخير تشربون ماء. عساك تسحرت. لا ما تسحرت. نوف نوف قومي جيبي السحور لأخوك، تلقينا في الميكروويف. سوي بتصوم يا الدودة؟ ايه اكيد بصوم. سكت سكت. كفو يا ولدي قدها وقدود. كل بسرعة ما بقى شيء على دان. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا عامر خلاص. ولا لقمة؟ ولا لقمة. قم توضى خل نروح نصلي بالمسجد. القم هارد لك.
يجيب الستات ورا بعض كل شوية. هانت اللي ما أدري وش بلاك لاعبينك بس يجي من الفجر. شكلهم مو بطلعين ولا بعثاء. يا هو قلت لك لا تمسكني. لاعب سريع أكيد بلاعب وجناح. تو مهاجم أقدر يجي من البقالة. هي ضبطت لك ثلاثة كور كلها ضيعتها. تبغى تتأهل؟ يبغى لنا ثلاثة نقاط بدري علينا. شدوا شدوا يا محزمي شدوا تكفون ما نبغى عامر يفوز علينا. أسد منه من بنت الرياض كفو عليك يا بنت الرياض. إيه نبغى أسود والله كفو عليك يا بنت الرياض ضيفوها تستاهل أقوى داعم لي بنت الرياض. شدوا يا عيال تكفون ما أقدر أصارخ. لا تسحرت ولا شربت موية تجحفلت. كبسوا كبسوا عيال كبسوا 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 على الشاشة ثلاثة ثلاثة يلا. من هو ذا؟ والله انك كفو كفو يا ابو خالد. ايه يلا عيال عشر ثواني دخلوا سكور بجبهته. ايه القم القم فزت عليك ولا ما تسحرت؟ ترى الدعم اللي جاك راح منك لانك ما تسحرت. راح ارقد راح ارقد بس اقول دزها بس دزها دزها بروح ارقد انا دايخ. يلا علمونا شباب وش متسحرين اليوم؟ وش افطرتوا؟ ولا نشوف من اللي خاش؟ من اللي خاش؟ من تبون اخش معه؟ ولك الحمد والشكر، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على كل حال. لا اله الا الله، امنت بالله وعليه توكلت ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بس، ايش ذا؟ أول رمضان كانت السفرة مليانة من أولها لآخرها. والحين بس القيمات سمبوسه شو تسوي ذي؟ قل الحمد لله يا ولد كلها نعمه. وعلى اساس انك انت اللي تكرف المطبخ صبح وليل ما حد ما كلها الا لنا البنات. قولوا لا اله الا الله الله يديم علينا نعمته. الحمد لله الحمد لله. توبه ادور لكم لبن توبه. يا رب عيد يا رب عيد. لا يا رب رمضان ما بداني ضبط لبس العيد. هذا عادكم اين جاء اخر الوقت واخر الشهر ما خلصنا اغراضنا وينكم 30 يوم وينكم وين يبا ما مداني سمنت كيلو وين والله من الدبغ بذا الجيمات. اسكتوا اسكتوا طلع المذيع. اعلنت المحكمه العامه في السعوديه ان يوم غد هو اول ايام عيد الفطر المبارك. كل عام وانتم بخير. يس سيد هارد لك. ليل الوهقه ما مداني اسوي شيء. مشينا يا عامر نوزع زكاه الفطر. عامر تكفى ليله عيد ابغى ودي فستاني اليوم اخر يوم استبدال. ايوه وبالمره جيبوا معكم حلاوه العيد. يوه حتى ربيع قال خلاص قلها. وش كلنا ندري وش اللي في خاطرك قلها. اي صح ابلش. وانت بخير يا سيدي. هلا وانت بخير. وانت بخير يا ستو. ايه سلامات خلاص ازعجتنا ابوك التسليك. ابعيف مات. من هو اللي مات؟ هريدي وذي وليهم ابراهيم. ومنهم ذولا؟ شخصيات في مسلسل الحلقة الأخيرة. أقول إذا ما سكت بطبق الحلقة الأخيرة عندنا هنا بالاستراحة. بزر أنت بزر تبكي عشان مسلسل تمثيل. قم يلا سو شاهي قم. مسكين مو بلايق عليه دور الحساس أبداً. وانت مسوي فيها برستيج يوم انك تجيب حماده هنا كل هذا علشان ما تصف سره بالحلاق. يا سره شيري وقت ما يبغاني نجي نجي تاج راسي. اويلي 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 عليك يا حماده وانا بحبك بزاف والله بس انت بلا تشطب الزلف. افا اكيد تمزح. ابوك يا الهطف تلقاك دافع قسط موتر عشان تجيب الاستراحه. وانت يا فقي صارك تصميم واحد اطول مني ومنك. ليش واضح انه مو انا؟ لا والدرج كاتب عيد اضحى مبارك ولا شيء صاحب التصميم. النشبة ذا يبيك هلا من جد سنتي
ما شغل قبل صلاة العيد بساعتين. يا أخي وش دراني؟ طلع مرة وسيع. وأنت ما تعرفين مقاسك، يا ضيق يا وسيع. يا أخي تبين ماركة بس مقاساتهم تختلف. لا حول ولا قوة إلا بالله، تخلون الواحد يعصب ليلة العيد. من زين الخصر عاد. أبوك يا الزحمة، لو قعدنا ننتظر ما راح نخلص إلا بعد صلاة الظهر. هامر تكفى. وش اللي تكفى؟ ما تشوفين الزحمة؟ خلاص البس أي شيء. ما عندي ولا لبس ثاني، كلها مشوفة. أنا ملابسي كلها مشوفة وأكرر عادي. تدري إني بلبس ثوب العيد اللي فات؟ طب اصبر اصبر، أرجع تاكسي. سلامات، ما عندنا بلا ترجعون بتاكسي. سخيف. كل عام وأنتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. يا هلا يا هلا، عيدكم مبارك، عساكم العيدين الفايزين يعني تعيدونا كل سنة بصحة وعافية وسلامة. استرح يبا استرح. شكرا شكرا شكرا. كل عام وانت بخير يبا. كل عام وانت بخير يا بنيتي، كل عام وانت بخير كلكم. تعالوا تعالوا يما، هذه العيدية من ابوكم. هذه لي انا؟ ايوه. اتحداك ال 500 البطلة. هذه النوب. هذه لسليمان. يس. وطبعا ذي لي انا. وهذه؟ هذه ميري. ميري. نعم ماما. تعالي ماما امسكي هذه لك. مين هذي انا؟ هذا من بابا. لا 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 ما يصير. ماما شكرا. شكرا كثير. ما شاء الله يزين فرحتها يمه، شلون لو اعطيتها 500؟ هذه لس. يلا يا ديبالا يا وحش. حرام عليك يا شيخ. عامر شوف ذا المطعم جامد، تبي دجاج ولا لحم؟ اول شيء انت قليله ادب. ليه؟ داخل الملحق بالجزمه ما تستحين على وجهك. ثاني شيء ما ابي لا دجاج ولا لحم، ابي صدفين وجهك. هذا جزاي بعد. اقول انقلعي بس. خلي. يلا روحي. شو طقمس ذا البايخ. خذ وانا ابوك ارسل للرجال اللي يقول ليش ما عزمتوني. يابا هذاك فيديو ما هو ملصق. شوف شوف نظرته زي كذا. سليمان سليمان، تبغى دجاج ولا لحم؟ نعم 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 نعم. والغدا اللي طبخته من اللي بياكله ان شاء الله؟ كل يوم رز رز رز. بلا دلع بنات، الغي الطلب الحين، ما في مطعم. يا ابوي ايش الاسم الطويل ده اللي ما نعرف اقراه؟ بعدين ايش التشكيله دي؟ شكله لحيم. بدأنا بالتصريفات يا فاشل. اسمعوا اسمعوا زين. الله يها. الله يعطيكم الف عافيه يا شباب، ضيفوا الداعمين ما قصروا معانا. استهلون. وفي طلب واحد يبغى اغنيه مريت وسط السوق حقت نانسي. لا لا امزح امزح. أغنية أنا أحبك أنا أعزك حقت رابح صقر. يلا يستاهلون. سجلوا البث ها عشان تسمعونها بعدين. الله. أنا أحبك أنا أعزك
أنا باقي على ذكراك، وإذا الله ما كتب تتحقق أحلامك ولا أحلامي. الله يا سلام، شيروا البس شيروه. ودخلني. يا اخي اهجد انت، البث انقطع. افا تم قم معي. يعني على اساسه منقطع النت بتفوز عليه؟ يا فقي هدالك وربي يفصل عليك. من اللي لعب بالمودم؟ سلامات، من اللي لعب بالمودم؟ ايش فيك انت؟ ما حد لعب فيه؟ انت لعب فيه؟ لا والله مو انا، قسم بالله. ما اسكت وياه، خلينا نسمع الخبر العاجل. خبر عاجل وردنا من مصادر موثوقة، انقطاع خدمة الانترنت في جميع انحاء العالم لمدة غير معلومة. اوف 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 اوف. وعلى ذلك تم تعطيل جميع مواقع التواصل الاجتماعي وسوق الاسهم والعملات الرقمية. جربي جربي. يعني ما ادري حبكت ينقطع النت يوم اننا بنسوي متجر اركتروني. سبحان الله، حظي وعرفه، انا ما عمري سويت مشروع ونجح. طيب الحين وش اسوي بهالبضاعه؟ وين ابيعها؟ وين اصرفها؟ حرج عليها قدام الاستراحه. والله انها فكره. قرب يا ولد قرب، على خمسة على عشرة، سريع مكياج عطورات. ايه هد هد يا ابو الشباب، يعني ترى ميك اب ما هو بجح. بعد ما افتتحوا العروبة راحت على خريص الزحمات. حاسب يا صديق. دو ريال. 2 ريال، ابشر. شبكة ما في. اجل امسك. صرف 500 ما في. طيب اسمع، كلها ريالين، عادي اجيبها لك بكرة. ما في قرقر واجد، روح جيب صرف. اوكي لا تنفخ. اوف 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 اوف، رجعت زحمة الصرافات. سيديات، اونو، كيرم، دومينو، روت، سيديات. عادي تصرف لي بالشرط واحد، تشتري مني ب50 وفوق. ابشر بعزك. اوكي. ايش الفكك ده يا ابويا؟ التشكيلات كلها قديمة. اللعب اوف لاين ابو كل. قوم يا عاد. قل لهم يا طير احوى للمجر، ارحموا عاشق حياته في خطر، ومن بغى لحمه وباقي له العظام. يا بزر صجيتنا، ازعجتني، خلاص يكفي. سلموا لي على اللي سمن حالي، وفراقه حسبي الله على اللي حال بيني وبينه. يا بزر كبيت الشاهي. اسمعني اسمعني، شوف اقول لك شيء واحد، جيت ترقص راح ارقص هناك زين، ان رقصت عندي دفنتك في الارض. اقرب وجهك هناك يلا. من قال كيرم يا عيال؟ انا. وش جوك انت والكيرم؟ ترى ما انقطع النت، مو محجورين. ما هو بشغلك، العيال بيلعبون، ضف وجهك انت. يلا عيال جيبوا المراكي بسرعه، ارفع. اي حطه تحت. خف. تعال كفته تعال. انا وشكوش وانت وصالح. وخل ذا السبك يقعد الحاله. ايش؟ نعوضها بايش يعني؟ نعرضها نعرضها. متى؟ اصبري خلا خلص فكرتي. علي صوتك ترى مو بسامعين. سلامات سلامات. يوهو قصروا اصواتكم شوي، ترى احنا في بقها منا بفسحه شوي ذوق. انا اللي قاف يا ابو سعد وانزل من على الكرسي. كم مره اقول لك على اللي قافه ولا تسوي فيها دور المديره، فشلتينا. خليها من اليوم ماسكه معها تحريج، يعني جتها الفرصه. أنا صادقة والله، معليش يعني حنا في كافي يعني فوق شوي هدوء وروقان. يعني هدوء وروقان هذا لما كان الناس مشغولة بجوالاتها، الحين ما في نت، تحملي شوي الإزعاج. من جد أصلا من لما قطع النت الناس ما عندها إلا البربرة. ستوب 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 ستوب. اسم
خالد، حيوان، خيل، جماد. جماد جماد خيار. ايش فيك ذكية انا؟ الخيار نبات مو بجماد. لا هو نفس الجماد لانه ما يتحرك. لا يا شيخة ما تحتسب ما تحتسب. امي تقول انزل اسوي قهوة ابوي بيجي ضيوف. طب اسمع اسمع اسمع، قل لي جماد بحرف الخاء. خشب. اخسي الذكاء طالع على اختك. بسم الله عليك. شيل شيل النقطة خمسة. الحقيقة يا ابو عامر انا جالك اليوم في موضوع بك. تعرف الاسهم وقفت والسوق وقف والبنوك تعطلت والنت تعطل في كل مكان. والمطلوب؟ المطلوب فزعتك. عندي عمال وعندي شركات واقفة وعندي مشاريع واقفة، ابي لي شوية سيولة. تبيك سيولة؟ السيولة والله مخك الفاضي. ولا انا قايل لك مالكم الاسهم؟ انت قاعد تشتغل تبيع وتشتري بالعقار وجيبك مليان. الا تصير مع المساهمين ايش رب احوالك الحين؟ الوقت هذا مو وقت منن، انا الان مشاريعي واقفه والدنيا كلها عندي واطلة. ما حد يعرف انه اصلا النت هيتعطل في العالم كله. هذه 500 ريال من عندي ومن يسرك العشرك. تفضل. من يسرك العشرك 500 ريال يا ابو عامر؟ جزاك الله خير. في امان الله. قال مشاريع قال ويبي يتشر ويصير مع التجار. هذا نرجع للاستراحه، ايش تفكي يعني؟ حبيبتي مو انت قلتي تبين حلا؟ كلي وروقينا. والله اللي اختار على درايف ثرو خطير. طيب الفكره باختصار يا بنات، بنوزع البضائع في بوكسات ونوصلها للزبون مباشره، يعني عملية البيع تكون في مقر الزبون نفسه، وبكذا إيش؟ بنوفر مصاريف إيجار المحل ومصاريف الموزعين، يعني ما يبغى لها شيء، شوية جهد وصبر والربح بإذن الله مضمون. يعني بياعة؟ بالضبط. ويوم إنها بياعة طال عمرها وشولة بوكسات وخرابيط بقشة وقضينا. السؤال الأهم، من وين بنجيب بياعات؟ ما يحتاج نجيب بياعة، حنا خمسة في وجه العدو، واحدة فينا تتبرع وتبيع. نعم نعم حبيبتي. تبيني أنا أطق باب الناس وأقول لهم اشتروا مني؟ سلامات. رولا معاها حق، أجل تبينا نجيب بياعة؟ كذا زيادة مصاريف ويمكن تنصب علينا. بيان، في حل ثاني؟ بصراحة فيه، بس أبي ثنتين يتطوعون للمهمة. نسويها الحين بعدين اعلمك. بعدني ما افتتح العروضه راح احط على خريص الزحمات. هذا اول زبون. والله من تبزه علي الذيبه. أقول وجع بعد وجع. أنت الثاني ترى جايين نبيع، إحنا منا بجايين نطر أنت وراسك. الله يصلحك يا وليدي. أمك فيه؟ أي أمي فيه. من أقول لها؟ قل لها سيدات أعمالي بونس. قايلت لس من أول وشو لذا تهلق أنت الثانية بعد؟ أقسم بالله فضحتيني، وش فهمك بالتسويق؟ الله التسويق بعد. قصري صوتك. يلا تخلي أمشي. تجي؟ هو حلو. كم سعر هذا؟ هذا يا بنيتي بخمسة وعشرين، بس عشانس حبتين بأربعين. وهذه الجلابية في منها مقاسات؟ تبين هلس ولا البنت الله يخليها هلس؟ لنا حنا الثنتين. أبدا أبدا تامرون أنت وهي، بس شوفوا شو ناسبكم. أوه ما شاء الله، وش للأولاد؟ لا ما عندنا شيء للعيال، ضف وجهك. خير إن شاء الله. لا يا أختي، قصدها بضاعتنا نسائية، ما في شيء للعيال. اي أشوى.
هذه بس بخمسة ريال. ولس بثلاثة ريال. وينزل عليه هاك الباكستاني الجريم، رجال ضخم الله معطيه عافية، أكبر من الباب. وأنا ناصير أحلم ما عندي أبو، وناظر بيده ولا معه هاك العجلة طوله مترين، وأنا تحاشاو وأبعد عنه، وناظر ولا أبوه هاك العيالين يلعبون بالبراحة، ولا تيجي تلقى هاك الكسنت. قلت يا صديق نصيت وما عندي أبو أنا، قلت يا صديق، قلت هذاك اللي مخشم موترك، هما التفت هو وأنا هج. خلصت القصة؟ إي هجيت. والله قهر. لا لا كمل، بالله عليك كمل. هي لا تكذب علينا، حط شوية ملح شوية بهارات عشان تمشي علينا. ايه سلامات، لا تكذب ولد عمي. بعدين تعال انت، السالفة ذي جديدة ما قد قلتها لي. ايه عندي سوالف واجد بس ما فضيت اقول لكم. ايه زي ما انتم عارفين رجل الاعمال ما كان عنده وقت. يا رجال كذاب، اول حياته كلها في التيك توك والسناب، ما عمرك صرت معنا هالكثر. يا جماعة انا عندي لكم سالفة. يا عيال ما جعتوا. وسالفتي واضح انها خايسة قبل ما تقولها. من قال عشاء يا عيال؟ معاك يا كابتن. وانا معك بس من الحين اقولك ماني متحرك. وشلون لازم منه واحد يروح يجيبهن؟ ما ابوه لا نت ولا تطبيقات. مهبول انت، المطعم عندهم توصيل، ناس انه في ثابت. حلو، امشي لاخر الشارع ثم تدور، تمشي 200 متر يجيك شارع ابن المقفع. اوكي، خش مع يمين يجيك مسجد بيج. مسجد بيج ايه، ثم الخش يمين. اوكي يا ابن الحلال، انت وش وداك للجامع؟ خوي قالك مسجد بيت. مسجد بيت، اسمع، داور داور الله يهديك، داور بعد الشارع هذا 200 متر خش يمين شارع ابن المقفع، بيجيك خوي هناك. يا خوي وين انت؟ لي نص ساعه راح تركب ذاك. ما علي من طلبات الناس يا خوي، اوقف عند المسجد لين اجيك. يا شكش خاود. يا عم انا عند المسجد، انت فين يا عم؟ يا اخوي انا عند المسجد ما اشوفك، ونوبه انت. انا واقف عنده بعد المطب على طول. يا خي ما خبر عند المسجد مطب. يا ليل ام النرفزه، انا ما يجوع انت مطب ورصيف، شوف لي حل. ورا ما تهاجمت الثاني ما انا قصك. انا لو سمحت يا اخويا اديني وصف واضح، لاني ورايا طلبات تانية وتاخرت عليهم. اوهو تدري، ارجع للمطعم، نبي نيجي ناخذ الطلب من هناك. هذا احسن شيء سويته، انا ادق العيال يجون على المطعم. يعني قال التوصيل سريع، اخرتها ناكل محلي والشاورما بارده كمان. يلا شباب نعتذر منكم نسكر. طب خلاص قلت كلمتك هذه، وراك واقف على روسنا كأنك مراقب اختبارات. شكله بعد شوي بيسحب الاوراق. مستحيل، ايش مالك انت؟ هذه رقمه واتساب. يا ولد رجع. يس 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 يس، رجع النت النت. الله الله يا النت اللي ما ادري ادعي لسلامته ولا اقول الله لا يرده. يا من شراله من حلاله عله. هلا والله بخالي. هلا هلا. ما شاء الله ما شاء الله. يلا حي زارتنا البركة. الله يبارك فيك. وانا اقول ما شاء الله البيت منور، اترك عندنا. الله يسلمك، شو اخبارك؟ الحمد لله والله بخير. الا وينك انت؟ اجي ولا اشوفك. موجود يا خال، متى جيت؟ وين موجود؟ الأسبوع اللي طاف جيت هنا وتعشيت أنا وأمك وأخوانك ولا شفتك. يمكن كنت في الاستراحة مع العيال. إحنا مو الاستراحة ذي، أنت ما تملوا من الاستراحة؟ وش نسوي يا خال؟ الاستراحة ضفتنا من الشوارع والمشاكل. شو تسوون؟ طيب يكشتوا سافروا. الكشتة وكشتنا، ما في مكان إلا ورحنا له. الدرعية، المزحمية، الخرارة، الثمامة، روضة خريم، روضة سعد، وش تبي بس؟ الزبدة يا خال، حنا ودنا نسافر لكن الوضع طفرة، يعني إذا تقدر تدعمنا. أها، إلا عندي لك فكرة أحسن من السفر. ليه ما تروحون مزرعتي وتنبسطون وتشوون وتسبحون؟ الله يا الدنيا، المزرعة ذي أذكرها من ثالث ابتدائي، ما زالت موجودة؟ أي موجودة، وهذا المفتاح حقه، وبالمرة في هناك شنطة أبغاك تجيبها معك. ابشر يا خالي، شكرا، الله لا يحرمنا منك. امين امين.
ابو جوكم البيض يا شيخ. ايش تبين اسوي؟ وش تسوي؟ جدولتكم يا عيال. ايه اذا الجدولة فيها قطة طفران فري وفي مزرعة خالي يجي. طيب وش ناخذ معانا؟ ما يحتاج ناخذ اي شيء، المزرعة فيها كل حاجة، واذا احتاجنا شيء نروح نجيبه من البقالة ونجي. وين الموقع يا عيال؟ ما ادري، اللوكيشن كل شوي يعطيني اتجاه، لكن على ما اتذكر الشارع الجاي يمين يا كفتة. فهمت. يلا هلا والله بالمزرعة البطلة يا عيال. هذه مزرعة خالي، ها وش رايكم فيها؟ والله المزرعة كيف كبيرة. ايه قل ما شاء الله، لا تنحت مزرعة خالي. ما شاء الله. عاد غريبة عامر، ما قد وديتنا ذا المزرعة. تعرف هذه استراحة عوائل وفيها خصوصية، يطلع هو هلا وكذا، فأنا أنحرج. بس هو طلبني وقال روح أنت وأخوياك. وقف وقف يا كفتة، تعال 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 شوف شغلك. قدام يسار يا كفتة. هلا والله بالعيال، أتحداك تطلع البطلة، ما نبي نفسيات أوكي؟ استمتعوا فلوها. طيب نبغى نشوف مباراة النصر. سلامات، كورة 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 بلاي ستيشن، جو مكرر ما نبي. امشوا امشوا يا عيال. شوفوا هذه غرفتكم، كلكم تنامون هنا. انا ما ابغى انام لا مع ياسر ولا شكوش. سلامات. وليه يعني تقنعني انت وجهك ما تنام في بيتكم الا لحالك؟ لا انا مع اخواني موسى وابراهيم ويحيى بس. اسمع يا كفتة، هياط وفلسفة ما ابي، تنام معهم بالغرفة هنا ولا بتدزه بالحوش بالبرد؟ صفك منه، انت وين حتنام؟ اكيد بغرفة خالي، بس اسمع، غرفة خالي فيها اغراضة وخصوصية، ما ينفع احد يجي معي، اوكي؟ لا والله، تبين انام في الاسرة ذي؟ اسمع، يا تدبر لي سرير الحالي ولا بمشي لبيتنا؟ لا 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 لا، ما يحتاج تمشي، خلاص، لك غرفة ولحالك ومحترمة، يلا قدامي غرفة الشغالة. امش لا تناظرني. هلا والله بالغرفة البطلة، يا سلام أنواع الفلة وحمام بعد، يا سلام سرير نفرين، أتحداك يا عموري. حين أنواع الفلة في الأمة هنا بالحالي، يجي أحلى نوم الحين، والعيال خلهم هناك. يصح الشنطة. هلا بالمغبر. ها بقي ما انت من كده، اصعب كلامك عليك الدغسه. اقول تفيلك يا بابا زنبور. طيب مالك؟ كف يدك كف يدك، اقول لك يا فقي وخر عني، اديك بوكس اكسر سنونك. ياسر شو السالفه؟ اي سالفه؟ شكوش وش عنده فاصل على كفتة؟ وش فصلوا يا ابن الحلال؟ ما حد فصل ولا شيء. تستهبل انت، ما تسمعهم يتهاوشون من اليوم؟ يا ابن الحلال لا تهاوشوا ولا شيء، يتوهم لك. لا انت شكلك راقد، اقول ريح ريح بس، انا بروح اشوف سالفتهم، اوكي؟ اوكي. ارقد. سكر الباب. العوب يا راشد. هاي اتحداك تصد هذه. جيبه جيبه. ايه سلامات، وراك فاصل على كفتة. فصلت على كفتة؟ ايه لا يكون يتبلالي، ما سويت له شيء. استهبل انت وجهك، توني سامعك تتاوش انت وياه. اهدى من كذا وتعال العب كورة انا وانت وراشد. راشد؟ من راشد ذا؟ ولد حارس المزرعة يا راشد. ايه خالي يقول المزرعة فاضية ما فيها احد. يا ابوي قبل دقيقة قاعدين نلعب هنا والكورة تسطحت، راح يجيبها. من جدك انت؟ ايوه. من وين راحت الكورة؟ من هنا. همش همش همش. راشد يا راشد. ها مو بهذه الكورة؟ ها وين راشد الحين؟ يا ابوي ايش الهرجة؟ ايش الدم ذا؟
الموضوع شكله كبر، لك ورد الخطب. اهد اهد، وش فيك انت؟ شكلك ما نمت زين. الكوره ذي قديمه واضح من الدم. يبي لازم بلغ الشرطه وخالك يعرف الموضوع. اقول شكش، لا تخرب علينا الطلعه، اوكي؟ خلي الكوره هنا وامشي يلا. بروح ادق على الشرطه. راح ادق على الشرطه. لا يكون يسويها ذا بس. هذه سيارته يطقطق علينا؟ ما عليك منه، اسحب عليه بس امشي. بتدق على من انت؟ بدق على الشرطة يا حبيبي. دق على كفته شوف وينه. يا ابوي موضوع الولد اللي انخطب. سلامات، انت الى الان موسوس الى بكره كمان. يا ابوي دخلنا بمصيبة. يا حبيبي اركض، احنا طالعين نستانس، ما احنا طالعين ننفس على بعض. هذا مقلب وهذا موسوس. اهدى يا اخي اهدى، ما لها داعي الحركات دي. هذا اللي يطلع مع مبزره. ياسر ياسر ياسر، ترى نخش في مصيبه كبيره. الشنطه الشنطه يهو. تعبان يا عيال تعبان. الشنطة! كنت ألعب مع ولد حارس المزرعة اسمه راشد، كل لعب فجأة الكرة تسطحت. الشنطة يا عيال! راح يجيبها، الولد اختفى، ولقينا الكرة مفقوعة وعليها دم. أنت معايا ولا إيه؟ تعبان يا عيال. إيه سلامات، من اللي ماخذ الشنطة اللي بالغرفة؟ شنطة؟ أنت جايب الشنطة؟ تستهبل أنت؟ الشنطة هذه خالي قال تجيبها المزرعة وتجي. يا عيال بلا مقالب. يا عيال تعبان. أنت إيش فيك أنت؟ يا أبوي خليه مو وقته. زارفها يا ورع. مسوي تعبان علشان تزرف الشنطة؟ هذه ما بحركات رجال. أفا بس يا ياسر أفا. يا عيال تعبان تكفون. وربي مالك داعي، خوينا تعبان تسوي معاه كذا. لا يا شيخ، تعبان وهو زارف الشنطة. مين قال لك انه زارفها؟ ما شفته حاطه تحت راسه. صحة خوينا أهم. وكيف الحين؟ كويس. أقول له نروح مستشفى ما يبغى. خله بكيفه. الله يعطيك العافية يا خالة، ما قصرتي، تعبناك معنا. تعبك راحة يا ولدي. بس عندي سؤال، عامر ليش يقول ما فيه إلا إحنا في ذا المزرعة؟ عامر الله يهديه، أبيك توصل له بس رسالة واحدة. وش يا خالة؟ قل له يترك الشنطة اللي معه، ولا ترى ابو راشد ما راح يخليكم تطلعون بخير. ها هذا مو بصوت كفته الا والله صوت كفته. ها ما قال مشيت. الا كفته كفته والله كفته. يا كفتة يا عامر، تبغى تنقذ خويك اعمل بالأسباب واكسر الباب. من اللي سوى بك كذا يا كفته؟
ابو راشد وزوجته خطفوني وجابوني هنا ورفضوني. ايش سويت لهم؟ ما سويت لهم شيء. طب ليش خطفوك؟ شوف الرساله يا عامر. تتوقع مين اللي كتب هذه الرساله؟ اكيد شخص له علاقه بالشنطه. يا أمي يا أمي يا أبوي أترك الشنطة دي أنت حنشنو؟ والله ما اتركها، خالي قال لا تجي الا معك الشنطة. ارجوك يا عامر اترك الشنطة خلينا نروح البيت. لا يا شيخ، الحين ارجوك، صرت تعرف تتكلم، وانت بالاستراحة ما تعرف تقول كلمتين، والله ما اروح لين ما اخذها. يا عيال البومة تعرض؟ ايوه. تجمع عادي؟ لا. يا عيال عامر شكش كفتة. وين ذولي راحوا؟ يا عيال يا عامر يا شكش يا كفتة، في عشاء ولاش السالفة؟ جوعان. هذه شنطة خالي تكفين، أبغى أخذها واستلم مواجهتي. ها اتفقنا يا عيال؟ عيونها تخوف. بسم الله. ولا كلمة ولا كلمة. باخذ الشنطة وامشي. اوكي بومة يا بومة تكفين، خالي قال لي لازم ترجع الشنطة. شنطة خالي دي ما تفهمين انتي؟ شنطة خالي. امشي ياسر امشي 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 بسرعة. عامر تكفى اترك الشنطة هذه. مهبول انت، خالي يقول لا تجي الا معك الشنطة. يا عبيد فكنا من الشنطة دي، هي سبب المشاكل. يا عيال خالي ما يعطيني المزرعة بعد كذا، هو وصاني قال رجع الشنطة معك. يا امي ابغى اروح بيت انا. يا عيال وش فيكم قلبتوا مبزرة؟ خلكم رجال خلاص دزيناها. اسمع يا كفتة شغل السيارة وانتم افتحوا الباب وانا معكم. يلا امشي. يلا. عيال هذه وش؟ بومة بومة ما عليك خويتي. استلم واجهتي اوكي؟ احنا بننحاش، لا تقولين لابو راشد. شفت كويسة؟ يلا دزها يا كفتة.
خالي نكبني يمه، اعطاني مفتاح مزرعته قبل امس، ويوم رحت انا والعيال بغى يجيب فينا العيد. بسم الله عليك، ما انت بصاحي؟ خالك صار له اسبوعين خارج المملكه، ومن شوي متصل علي يقول انه بيرجع بعد يومين. الله يرجعه بالسلامه والله يشفيك. اجل من اللي اعطاني المفتاح؟ حكمل والله حكمل حكمل والله حكمل، خليك زي ما انت خليك زي ما انت، والله حكمل والله حكمل. يلا 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 خلاص انت بخيت. يلا بخيت طالع طالع فيهم. فيديو انا امشي حط يلا فيديو حاطين عطر انت. يلا اوكي بسم الله. فيديو ارميها ياسر بخير وباقي للعافية. طيب اوكي ارميها ردها بسم الله. احنا جعانين نبغى نروح. ارميها ضبطها. وهذا حاشي كامل فين الكلاوي؟ جو جو اجلسوا لا تفضحون اجلسوا. نشف توفي نشف نشف توفي. ترى انتم اللي دلتوني عليها. حنا؟ ايه انتم. وشلون؟ تذكرون المقلوبة؟ المقلوبة نسيتوها؟ مطعم همهم يا حلو. دنيا دنيا هي والله كفو عليها عامر، عرف كيف يولي ذراعها. والله كفو عليه عامر، عرف كيف يلوي ذراعها. هي نصابة ليتك نشت مقطعها يا عامر. يا زين يا يا مرة ثانية. يلا يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. حنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة جدا سهلة من الأساس، خلق الأجمل وضع شباب متفائل بدون قياس. انا بصراحه يا عم ما لقيت افضل كبيت على البيت. ايش يا انت ما تترك حركات التميلة. انت ما تترك حركات التميلة عندك. حلو حلو يعني برم برم طيب انت ما تقعد غيرك. اوكي والله نفس النبره عاد. قولي وعد كيف تسيبه في المحل وتسافر؟ يخص عليك يا ماما. يخص عليك الله يبارك فيك الله يبارك فيك. تفضل الله حيس ابو عامر. راحت حبيبي.
عارفين طقينا الباب؟ الا عارف بس نسيت. ليش طعنت؟ انا كنت بعصفه. يلا اوكي. اكشن. ما تعرفين طقينا الباب؟ يلا قول قول اخر مره. والله والله خايف. ايش فيك عصب؟ هاي متعصب يا طقيه؟ عشان لون الجلسه ازرق واحمر، ازرق واصفر. هذا فريق جديد هذا. This color blue and yellow. This stock red. Blue and red. Where is red? Where is red? وين هذا تاخر ما جاء؟ يا اخي مو كذا نزل. والله يلا اخر مره اخر مره شوي شوي مشاهد يا حبيبي. يلا اخر مره يلا يلا حلو. لا تروح الحمام. يلا اوكي يلا يلا ابو طارق. ليش النباس بالله؟ يلا وش هذه؟ ما سمعنا فيها. من جوالك ما بعي الا شيلات. يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة جدا سهلة من الأساس، خاف الألف الوضع شباب البوم يا للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهام، غير الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهام، غير الصعبة تصبح سهلة والمر حالي. شباب البوم يا للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. أكسر روتيني واتمرن على الفراغ، واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ، لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال. أكسر روتيني واتمرن على الفراغ، واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ، لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال. حنا شباب البوم. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟ شنو هذا؟ هذا من وين جايبينه؟ هذا خوينا كفتة، من زمان نعرفه. أنا من زمان أدوره أصلا، أحلى كفتة بالدنيا. بالله عليك تمشي شوي شوي، بس دير بالك لا تزلق، ترى الأرضية نزلون تشتاج. لا شوف جود. وضعي لسانك. قولي يا ليلى دان يا ليلى دندانه.
وين فوتك طالع شو تسوي له؟ لا تخرج. خلونا من التقسيم الحين، وش اثبتنا ان كلام الدكتور صح وان اللحم ممتاز بس حلو استعجلت. ابو سوسن قول لي جاكيته حلو. اعطي الجاكيت. اعطي الجاكيت. حاضر. لا لا تضحك. يلا مره ثانيه هذا. وش عنده خالك مبله؟ اليوم يبغى مجتمعين علشان شجرة العائلة. شجرة العائلة؟ اي اسلي تلويش مش شجرة. الحين كل هذا وبطاقية بطاقية. ابو سوسن يلا. ترى هذا المشهد عيدينا مو عيدينا. صورناه من الساعة 6 المغرب إلى الساعة 12. جت مباراتين أكلنا أربع مرات. أربع خيارات يعني يا أما يفوز الهلال أو الشباب. المصورين إحنا قبل رمضان وعلى أساس المباراة في رمضان، فممكن يفوز الهلال ويفوز الاتحاد، وممكن يفوز الهلال ويفوز الفيحة، وممكن يفوز الشباب والنصر زعلان في النهاية، الاتحاد وممكن يفوز شو اسمه الشباب والفيحة. يعني أربع خيارات، فقاعدين نسوي الأربع خيارات عشان لما يجي مباراة الصدقية ويصير خيار حنا نخم ونحط نفس الخيار. الدوري وفلت مننا بسبة جاردين وما يمدينا عليه، لكن الكاس اتحداكم تاخذونه. وربي لا اسمعكم لا دوري ولا كاس، تلعب معانا تنحس. حبيبي اهم شيء ثلاثيه الاهلي تبقى محتكره باسم الراقي ولا احد يقدر يكررها. الله يسامح حكيم سلي. شوف الانديه كلها تتنافس على النهائيات اللي احنا للحين طالب بحارس. انت الحال. يا سلام كذا لو تاكل الشباب في النهايه وترفع الكاس كذا والدوري وتاخذه راحت عليك. لا يا شيخ القرع مضبط لكم تضبيط، اجل تقابل الفيحة بنصف النهائي ابوك الحظ. هلالي ويتكلم عن الحظ؟ هزلت. هذه اخرتها، هذه اخرتها. الفيحة اللي ما قد وصل للنهائي يطلعكم، هذا اكبر دليل انكم ما تستاهلون الدوري. واعطاكم اياها هدية جاردية. اقول تك يا طاقية لا دوري ولا كاس. الوعد بعد العيد. يا سلام طاقة مهزومين، هذا لقم امس وذا لقم اليوم. لا يا شيخ اقول اسكت يا الموسم الصفري بس. طلعت شباب الفم يا
الوطن والفخر والعزة هم فرسان. نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهام. الليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهام. الليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. بوم 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 شباب البوم يا والفخر والعزة هم فرسان. أكسر روتيني وأتمرن على الفراغ، وأخرج وأركب وأطلب فكري من الدماغ، لين العالم يقف وقفة هالشمال هالشمال. أكسر روتيني وأتمرن على الفراغ. Now يعني الآن. البداية now. أول شيء yes. Yes. Now. 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 الحين. الحين. يلا الحين. Yes. Now. Yes. Now. الحين. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم 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 شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. حنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة جدا سهلة من الأساس، خلف الأجمل وضع شباب متفائل بدون قياس، وصف حاجة جدا سهلة من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. بوم 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 شباب البوم يا والفخر والعزة هم فرسان. نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهام. الليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهام. الليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. شباب البوم يا للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. أكسر روتيني وأتمرن على الفراغ، وأخرج وأركب وأطلب فكري من الدماغ، لين العالم يقف وقفة هالشمال هالشمال. أكسر روتيني وأتمرن على الفراغ، وأخرج وأركب وأطلب فكري من الدماغ، لين العالم يقف وقفة هالشمال هالشمال. حنا شباب البوم حنا شباب.